السلام عليكم. الأول الورقة دي يا جماعة أنا قصدت إن أنا أعمل لها برضو فيديو لوحدها لأن مهمة أوي. الورقة دي لو ما عملتهاش في الخزانات هتتوه وهتضيع وقت كبير جدا وهتاخد وقت أكبر، يعني ضيع فيها 5 دقايق أو 3 دقايق هتريحك كتير أوي. إن أنا بلخص الاسترينينج أكشن بتاعي بالشكل ده، أنا هنا ما حبيتش أكتب النورمال فورس عشان ما زنقش الرسمة، لكن يا ريت انت تكتب بقى عليها على كل مومنت جنبه النورمال فورس بتاعه من الاشكال اللي فاتت. هلخص بقى مسألة الخزانات دي. المسألة دي قبل ما ابدأ تصميم هقول كيس فيه كيس واحد ان الخزان مليان بالمية ولا يوجد ايرث بريشر، كيس اتنين اكتب جنبها كده كيس اتنين الخزان فاضي ويوجد ايرث بريشر من بره ويوجد مياه جوفية. طيب نيجي الحالة الاولى، انا فرغت بقى المومنت بتاعي، كان الكريت ده قطاع واحد واحد، ده عبارة عن المومنت من بره من هنا، المومنت من جوه قطاع واحد واحد، المومنت جوه الخزان والخزان الحالة بتاعتي مليان، يبقى دي ووتر سيكشن. اتنين دي المومنت بتاعي بره لكن برضو ووتر سيكشن. ليه ووتر سيكشن؟ عشان خاطر وقع في المية الجوفية تحت، لان دوت تحت خالص في الخزان في المتر في عمق المتر، فتبقى دي برضو ووتر سيكشن. طب نيجي لدي بقى، دي رغم ان المومنت بره، ان المومنت بره اير سيكشن. ليه اير سيكشن؟ لانها الاكس اللي هي الماكسيمم نيجاتيف مومنت او الماكسيمم مومنت هنا، الماكسيمم بره المومنت بره كان على بعد 2 و 62 من 100 من فوق، يعني المومنت ده هيحصل فوق الواحد متر مياه ارضيه، عشان كده ده اير سيكشن. نيجي بقى للهوريزونتال ستريب، دي كانت الفيرتيكال ستريب. الهوريزونتال ستريب الكريتيكال عندي 5 و6، 5 ده هيبقى ووتر سيكشن. ليه بقى؟ لانه احنا دي الهوريزونتال ستريب دي ووتر سيكشن لان الخزان مليان بالميه، فالمومنت فوق 2.56 من مية، فده يبقى ووتر سيكشن لان الحالة دي الخزان مليان بالمية. طيب المومنت هنا بقى سيكشن 6، المومنت ده اير، القطاع ده اير سيكشن. اير سيكشن ليه؟ لانه دي الهوريزونتال ستريب بتحصل على بعد التلت من تحت، يعني تلت الاربعة واحد وتلاتة من عشرة فوق الواحد متر، تبقى دي على طول اير سيكشن. طيب نيجي لكيس اتنين بقى، كيس اتنين جوه فاضي لكن في ايرث بريشر بره، فانا لما اجي الاقي المومنت جوه هنا ده اير اهو، ده بتاع الفيرتيكال ستريب، المومنت ده اير ليه؟ لان الخزان فاضي، انا واخد الحاله دي على ان الخزان فاضي. طب المومنت هنا ووتر ليه؟ اللي تحت ده لانه جاي في الميه الجوفيه اللي من بره، المومنت بره ومياه جوفيه على بعد متر، وده تحت خالص في الخزان في الفيرتيكال، يبقى ده على طول في ووتر سيكشن. طب الهوريزونتال بتاع الحاله الثانيه عبارة عن 2 مومنت 7 و8، خلي بالكم بقى من السكاشن 1 2 3 4 دي عشان هنقابلها في التصميم بقى، هنرصها وهنشوف هنصممها ازاي. طب نيجي هنا بقى، المومنت ده جوه وانا واخد ودي الهوريزونتال ستريب والخزان فاضي، فيبقى ده اير سيكشن. طب المومنت ده الام بره وانا بره المية الجوفية بره على بعد 1 متر، يبقى انا كده باخدها ووتر سيكشن. السبعة دي هاخدها ووتر سيكشن. طيب انا كده استعرضت القطاعات دي، ونبدأ بقى نخش على فيديو جديد ناخد فيه التصميم هيمشي ازاي.